سنتر بيوتي أبو آدم، سنتر بيوتي أبو آدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد ومهم جدا جدا جدا. طبعا كتير من الإخوة سألوني أبو آدم كيف بدنا نبرد أو نقص أظفر الذيك، ففي الحلقة هذه حنتكلم عن برد أظفر الذيك، فخلينا نروح أنترو ونرجع. أدعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل تنبيه الجرس الفأقب حزين ليصلك كل جديد، وأتمنى وضع اللايك. تمام، زي ما انتم شايفين هان أنا جبت المبرد تبع الأظافر أو القدمين للإنسان. هان أنا بفك لكم إياه عشان أفرجيكم أنه هذه هي حديدة، يعني حديدة البرد، والثانية للتنعيم، يعني وجه للتنعيم وجه للبرد. فكتير من الإخوة قالوا لي أبو آدم كيف بدنا نبرد أو كيف بدنا نملص اللي هو السلاح تبع الديك البلدي. ففي الحلقة هذه يا جماعة الخير حنحكي لكم عن تمليص أو برد اللي هو الأظفر، أو أحسن طريقة أنه أنت تعالج الأظفر على أساس أنه لما يحصل عندك قتال أو قتال ما بين الذيوك ما تفقدش اللي هو الديوك تبعتك. طبعا أنا هان مسكته على أساس أنه أنا أفرجيكو السلاح تبعه قديش هو طويل ومبوز، يعني مسنن وجاهز أنه يخترق اللحم وإلى ذلك ويقتل. تمام، هنا هو غلبني شوية بس أنا يعني مسكته زي ما شايفين مبوز في آخر اللي هو التسنين، مبوز بشكل يعني كبير. طبعا انا مسكته ولكن الديك اللي هو الحجم تولي كان مضايقني كتير، فقلت انه انا اضب اللي هو الديك وامسك اللي هو واشرح لكم نعمل اللي هو الكلام. زي ما شايفين كان قاعد يخبط اللي هو في الديك الثاني، فخلينا ايش نضب اللي هو الديك ونرجع لكم. طبعا هم بفرجيكم قديش اللي هو مسنن. اهدوا يا حد، اهدى. طبعا جماعة الخير صلى على النبي، زيدوا النبي صلاة، فاعوا الفرعون فاعوا. تمام، هنا بعد ما ضبيته مسكته على أساس أنه أنا أبرد اللي هو الأظفر. الشغلة يا جماعة الخير سهلة كتير كتير، ما بدهش يعني هو معاناة، يعني أقل من دقيقة بتكون باردة، وهذه أحسن طريقة. طبعا هو مش عاجبه اللي أنا بدي أسويه، ولكن هذه لمصلحته ولمصلحتي، على أساس أنه عندي ديوك كتير فبديش يتقاتل معاه. زي ما انتم شايفين بقى أقسلكو قد اللي هو واحدة من أصابعي، هو كتير كتير كان منزعج، وديك العون إجا هاجم عليه وأنا أهز فيه، يا عم بعد يا عم بعد. طبعا هان بقعد إن أنا أبرد فيه، زي ما شايفين لازم أبرده يعني برد، مش لازم أجيب اللي هو بنسة أو قطاعة وأقطعه كله، لأنه إذا قطعناه حيسبب له مشاكل التهابات وحيسيل دم وحيصير اللي هو يتصفى دمه وأمراض وحاجات تانية وممكن تفقده. فأحسن طريقة أنه أنت تبرده كل ما يطلع تبرده. تمام، في طريقة ثانية ولكن خلينا إيش نشوف الطريقة هذه. طبعا أنا هان قاعد ببرد فيه، أول ما ينبت معايا اللي هو سنة دم دغري بتوقف. في طريقة تانية أنا كنت أتبعها زمان، أجيب سكينة أحميها على النار ويعني واجي واقص، لكن اكتشفت انه هي غلط وبتسمم اللي هو الديك، انه انت تجيب اللي هو السكينه وتحميها على النار وتيجي تقص هذا كله كليا، فاكتشفت انه هي بتسمم الديك وبتسبب له مشاكل. فهذه احسن طريقه انه انت تبرد فيها اللي هو الاظفر. زي ما شايفين ما اخذتش معايا وقت، يعني كل العمليه ما اخذتش معايا وقت، كنت بارده. وحنتجه للثاني. طبعا حنتكلم برضو على الديك الرومي وكيف حنقشر اللي هو جريه، حيكون يعني كيف القشر حنقشره، فخليكم معانا لاخر الفيديو على اساس انه حشرح كمان على الديك الرومي كيف نقشر الحوافر او الخواشف تبعت الرجل على اساس انه يرجع جديد وطلاقي وتشوفه هيك يعني لسه جديد وحلو
ومش كبير في السن. طبعا زي ما انتم شايفين بدن هو الدم يطلع، انا بفرجيكم الدم هيو قاعد، وبنفس الوقت بفرجيكم انه لو هالقطه اتضرب مع اي ديك مش حيكون نفس مكان اول، يعني هاي في الفرق بين اللي هو الاول المبوز الحاد والفرق بين الثاني اللي احنا برضناه. طبعا في اخوه في المضاربات بحطوا زي موس شفرة حلاقة في نفس اللي هو الأظفر هذا، فلما يجي يتقاتل بقص راس اللي هو الديك الثاني، فمش عارف ليش هيك بيعملوا، انا مش فاهم يعني، ديك بعز عليك تروح تعمل له هيك على اساس نقتل ديك ثاني؟ ما علينا، انا بفرجيكم اللي هو الطول قديش انا بردت، تقريبا واحد سم او اثنين سم، مش مبين قديش، المهم هو واحد سم يا اثنين سم بردت من اللي هو الراس. طبعا هان حبرد اللي هو الثاني زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم في ناس بتقصه في البنسة، وهذا بصير معاه مضاعفات تانية، وممكن يكون معاه يعني يصير التهابات ولا سمح الله تفقد الديك. فالاحسن انه انت تجيب المبرد، يعني المبرد بكلفش حاجة. طبعا انا هان فصلت وبردت ورجعت تاني بعد ما خلصت على اساس انه نخلص معاكم وما نطولش. طبعا هان بفرجيكم قديش انا قصيت منهم وقديش يعني قصيت وهيك. فصلى النبي يا جماعة الخير، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هم انفعل لانه انا ماسكه وبحبش يمسك. هان بفرجيكم بعد ما انا قصيته زي ما انتم شايفين بردته، فهذه انسب طريقة يا جماعة الخير، ما بتقدروش تعملوا اكتر من هيك، لانه اذا عملتوا اكتر من هيك يمكن يصير مضاعفات وتفقدوا اللي هو الذيك لا سمح الله. وزي ما انتم شايفين بقولكوا قاعد هان في ناس بتقصه وبتجيب ولاعة وبتحرق اللي هو، فانا بشكرش فيها، انا بشكر بس في اللي هو البرد، انه انت تجيب المبرد وتبرد اللي هو الاظفر. طبعا هان بفرجيكم اللي هو عليل الديك ما شاء الله عالي، يعني تقريبا بيجيله قول 30 40 50 60 لا 50 سنتي تقريبا علي، بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا هان بطعميه على اساس انه ايش هو تعاون معي، مع انه غلبني ولكن تعاون معي. طبعا هان بروح للذيك الثاني ذيك الحبش، طبعا بفرجيكم قاعد السلاح كيف يا عمي، ويا عمي خلينا نشوف، بفرجيكم السلاح كيف بعد ما انا بردته. هذا هو ما شاء الله عليه، هذا تقريبا عمره يا جماعة الخير سنة و 8 شهور تقريبا، لان انا جبته هو بيضة عندي وفقس عندي السنة الفاتت او السنة نص السنة الفاتت. طبعا هان حفرجيكم كيف بدنا نقشر القشر اللي بيكون على رجل الديك الرومي كبير في السن، هذا عمره 4 سنين تقريبا، برضو انا جبته من هو صغير وربيته عندي. هان بفرجيكم كيف احنا بدنا نقشر القشر اللي هو الحراشيف هذه على الديك. طبعا زي ما انتم شايفين هنبدا انه احنا نجيب في طرف اللي هو الاطفر تبعنا ونحط هيك على اول الخرشوفه، زي ما انتم شايفين طلعت معانا زي الحلاوه، هذه هي عمرها سنه، يعني انا مقشره معاكم، انا قشرته السنه اللي فاتت ولكن ما قشرتوش معاكم. صراحة قشرت وصورت ولكن الفيديو اتحذف، ما كانش عندي مساحة، وقلت السنة الجاية ان شاء الله بعمل معاكم. فهان انا قشرت كمان واحدة عشان افرجيكم، وحفرجيكم الفرق بين اللي هو اللي انا قشرته والفرق بين اللي ما قشرش. طلعوا كيف لونه فوشي على حمار يعني جديد، والتاني عتيق وزفت بعيد عنك لونه بصعب على الكافر. طبعا هان برضو كمان بعمل هيك، كله هذا بتقشر ما بتضرش الطير، يعني ما فيش فيها مضرة، لانه هذا كيراتين زي الاطفر تبعنا لازم احنا نقصه، لا هذا بنقصش، هذا بتشلح بتملص تملص اذا بتلاحظوا، كله تمليص. انا هان كمان بفرجيكو قديش انه هو سهل جدا، يعني انت بس في طرف اصبعك او اطفرك حته هيك وبطلع معك زي الحلاوة، شايفين كيف؟ هلقيت حفرجيكم في اخر اللي هو تنظيف هطلع كمية كبيرة زي نظام السمك هيك، يعني بس السمك بتشيله كله، لا هذا بتشيلهش كله، بتشيل طبقة طبقة. طيب ليش هيك يا ابو ادم، ليش انت بتسوي هيك؟ نظافة للذيك وما يعني ما يدخلش اوساخ تحت ويصير اللي هو جراثيم وميكروبات، واحتمال يكون يعني يصير فطريات كمان، يعني
اهتموا في اللي هو الكلام هذا، لأنه بصير فطريات جوا واحتمال يصير تضخمات في اللي هو الجلدة البرانية هذا، ويصير اللي هو مضاعفات تانية لو سمح الله يروح عليك الطير. تمام تمام. هنا يا جماعة الخير ببدأ أن أنا فأرجيكو أنه أنا نظفته إلى حد ما، وحبدأ أن أنا نظف اللي هو الشقة الثانية، حقلبه هاني قلبته وحنظف اللي هو الشقة الثانية زي ما نظفت اللي هو الشقة الأولى، زي ما شايفين زي الحلاوة بطلع معايا. طبعا هذا بضرش الطير ولا بضره من هان لهان، زي ما شايفين بديت أنه أنا أقشره بطلع معايا زي الحلاوة. يلا صلوا على النبي يا جماعة الخير، زيدوا النبي صلاة. طبعا حنتقل للرجل الثانية، وهان ببدأ أنه أنا أنظف وأقشر اللي هو الجلد زي ما شايفين، بقشره بكل رياحية، وحتى الذكر يعني مش متعب يعني زي ما شايفين. هذه هي الكمية اللي أنا قلت لكم عنها، كمية القشور، وخلصت يعني ما خدتش من وقت يعني دقيقة ونص أو دقيقتين، ولكن بحافظ على الذيك لقدام يعني لقدام بحافظ عليه. فهذه هي البرادة اللي أنا قشرتها. طبعا هذه كرياتين، كرياتين من اللي هو زي الأطفر تبعنا، وهيك أنا نظفته. وهان ببدأ أن أنا أفرجيكو إياه كمان عن قرب على أساس أنه أنت تشوفوه أنه كيف صار هيك وردي ونظيف هيك ونقي وحلو، ورجع صغير يعني شباب زي هيك أنه يعني لسه عمره سنة وكده يعني. فبسم الله ما شاء الله عليه. ببدأ هان أن أنا أستدعيهم على أساس أنه الكاميرا وقعت مني وهم بهجموا علي وقعدوا يأكلوا. صلوا على النبي جماعة الخير، زيدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هان انا بنهي معاكم الفيديو وخلص يعني انه خلصنا اللي هو الفيديو تبعنا، وهيك بداعب الطيور اخر اللي هو الفيديو، وبلم اللي هو العدة وبس. حبايبي بيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس وفاق ابو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي مرش عليكم يوم من غير ابتسامة أكثر من الصلاة، نبي أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة، تنسوش تشاهدوا الفيديوهات في نهاية الشاشة المربعات اللي أمامكم، وشكرا لوجودكم معايا لآخر الفيديو. سلام.